محمد عنده شي حاجة في إيديه كان كسر، والحمد لله يعني كانت عنده المرفق دياله كان فاوت ورجعوه ليه الحمد لله. وعكة صحية بسيطة كنتمنى ليه، كنقول ليه زوجي العزيز الله ينوضك على خير إن شاء الله. وكنت ما فرحاناش لأنه كاينة في المغرب دونك بقى في الحال، هو ما بغانيش نجي بالعكس قال لي ارتاحي وفرحي، ونزلت بوست كان ندعي ليه بالشفاء إن شاء الله، ودعوا لي كلكم.